صباح الخير، فكرة جديدة من أوروسكوب بقدم لكم إياها مثل كل يوم عبر شاشة الـ MTV. بنتعرف من خلالها على وضعية الكواكب وتأثيرهم على الأبراج الـ 12، والبداية مثل كل يوم مع برج الحمل. وضعك ممتاز عامة بالشغل والكل راضي عن النتيجة يلي عم تعطيها، فأنت عرفت نقطة ضعف الشركة وعم تشتغل عليها، وهيدا يلي علي لك أسهمك. أما عاطفياً وين ما بتكون بتلفت النظر بتصرفاتك وطريقة حكيك، وهذا الشيء بيزيد من المعجبين فيك. الثور عم تنطلق من جديد وعم بتكون مليان طاقة وحيوية، الكل ملاحظ التغيير الإيجابي يلي صاير بحياتك عن جديد، ومقدر هذا الشيء بعد المرحلة الصعبة يلي قطعت فيها. أما الجوزاء، فترة فيها شغل كتير وتعب، لهيك انتبه لصحتك وحاول أنك ما تقصر بواجباتك. عاطفياً بعد قد ما فيك عن الأجواء المشحونة لأنها بتحمل لك مواجهات أنت بغنى عنها حالياً. صحياً حاول تنظم وقت نومك، فممكن يكون قلة الراحة وقلة النوم هن سبب الأوجاع يلي عم تحس فيها. أما السرطان، حياتك العاطفية والاجتماعية ممتازة وبأثر هذا الشيء إيجاباً على عملك وحياتك العائلية، بتندعى على مناسبات واحتفالات كتيرة، لكن بتنقى منها يلي بناسبك وبتشارك فيها. صحياً ممكن تكون عم تعاني من وجع راس قوي سبب مشاكل بعيونك. منوصل للأسد، بالرغم من أنه كل أمورك العملية عم تمشي حسب ما أنت مخطط لها، إلا أنه في أمور بتضل بحاجة لمساعدة يلي عندهم خبرة أكتر منك بمجال العمل والحياة بالإجمال. عاطفيا ما تتعامل مع التغيير يلي صاير بعلاقتك مع الشريك بطريقة ممكن تستفزه، وكون صريح معه وجربه، لقوا قد ما فيكن حلول للمشاكل يلي بيناتكن. العذراء، انت قادر اليوم انك تلاقي حل لاي مشكله ممكن تعترض طريقك، المهم انك تنتبه من الاستفزازات يلي ممكن تواجهها. عاطفيا الوقت مناسب للارتباط اذا كنت عم تفكر جديا بالشريك، اما صحيا ما تهمل حالك وفكر كيف بدك تحافظ على لياقتك البدنيه. صديق الميزان، الحزم رافقك اليوم وين ما كنت وشو ما عملت، كما انه الامور عم تمشي مثل ما انت مخطط لها واحسن. يوم ايجابي بالاجمال وبيساعدك على تخطي كل المراحل المتعبه يلي قطعت فيها من فتره. حافظ على اصدقائك وما تخلي علاقتك بالشريك تبعدك عنهم. منكمل مع العقرب، استفيد من التجارب السابقه وما تكرر الاغلاط نفسها يلي غلطتها بالماضي. بيحملك نهارك بالاجمال بعض الفرص الماليه، وبتتوصل لاتفاق على مشروع كنتوا مختلفين عليه انت واحد الزملاء. القوس، نهارك ببلش بنشاط وطاقة وحماس، وبيكون وجودك ملفت للنظر بالاجتماعات العملية أو باللقاءات والندوات الخاصة بمجالك، فسرعة بديهتك وثقافتك حيكونوا سبب الاهتمام يلي رح تحصل عليه بنهارك. ورقم حظك لليوم 5. عزيزي الجدي، في شغل كتير هذه الفترة ومشاريعك كلها رح تمشي حسب ما انت بدك. استفيد من التحسن المادي وحاول تنظم مصروفك تتقدر تخبي قرشك الأبيض ليومك الأسود. أما عاطفيا مفاجأة كبيرة مخبي لك إياها الحبيب، فكون مستعد. الدلو، ما تهمل شغلك اليوم وخليك منتبه على التغيرات يلي ممكن تصير وحاول انك تتأقلم معها. ممكن بسبب نجاحاتك تتعرض للاستفزازات والضغوطات، حاول تضبط اعصابك وما تنحرف للمشاكل. عاطفيا بني علاقتك من الاول على اسس متينه واول الصراحه، والا ما تتوقع تكون هالعلاقه ناجحه. مننهي أبراج الـ 12 مع برج الحوت، بتبلش نهارك بمسؤوليات كتيرة وحلول لأعمال سابقة متراكمة، فبنصحك تنظم وقتك أكتر وما تخلط الأمور ببعضها. انتبه لنوعية أكلك وحاول أنك تكون غنية بالمعادن والفيتامينات. مولود اليوم، من صفاته خفيف الظل ومهضوم، محبوب من الكل وحلو رفقته، وفي وبحب لأبعد الحدود شرط ما يتعرض للخيانة، وإلا بيصير عم يفتش عن الانتقام. من نقاط القوة اللي بتميز فيها برج الجدي المسؤولية، الإدارة الجيدة، الانضباط، دمه خفيف وبحب الحياة. أما نقاط ضعفه فهو بيدعي معرفته بكل شيء، ما بيسامح ولا بيتنازل وبيتوقع الأسوأ على طول. أصدقائي هيدي كانت كل معلوماتنا لليوم بفقرة أوروسكوب. بدي أذكركم أوروسكوب إليان @hotmail.com هو الإيميل يلي فيكم تتواصلوا فيه معي وتسألوني أي شيء بخص عالم الفلك أو برجكم. أنا بلاقيكم بكرة بفقرة جديدة من عالم الفلك.